يلعب مع درارجة محمد أمين وضيع لحسام بيوض أصبح للمولودية أو بالخير أحسن لاعب في الهجوم لصالح المولودية يطلب الكرة هاي سامي فريوي والهدف الثاني يا سلام في منتهى الروعة تكلمنا عليه منذ قليل قلنا أنه ما هوش في الفورمة ولكن يكذب بالجميع ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح المولودية في الدقيقة الواحدة أو الثانية والثلاثين بعد كرة من أحسن نائب على أرضية الميدان من عبد النور بالخير.